بديك تمضي هون لو سمحت. اسمك رانيا يوسف، 24/7/2014. بدي اول كرسي، هيك كرسي النجوميه كرمال هيك دللك، لانك بعدك جايه من القاهره ومسافره بعد الحلقه على طول مسافره عشان انا جايه من اللوكيشن على المطار، مطار على اللوكيشن. ما شاء الله عليك، اعطيني هيك. اوكي تفضلي، تفضلي على كرسي النجوميه اذا بتسمحي. لما الجمهور يقول لك ما تبعناش حاجة في رمضان غيرك، غير السبع وصايا، مسلسلك وسجن النساء، يظلم الباقي كله؟ مش عارف، هم اللي لازم يردوا. بجملتي ولا فرقني معك، هم اللي لازم يردوا مش انا. بس انا مبسوطه لما الناس بتقولي كده. طبعا بحس انه نهايه السباق، ان انت بقالك ست شهور بتجري في سباق، ويمكن ناس كتير كانت مستنية المسلسل، والحمد لله كان عند حسن ظنهم. دي حاجة توقعت النجاح؟ توقعت النجاح. حسمت المنافسة بينك وبين نيلي؟ لا لسه، متهيألي ان احنا الاثنين. ما يعز الدين وين بالمنافسة؟ مش عارف، ما اعرفش. انا الحقيقة ما اتفرجتش على شغل اي حد خالص، يعني حتى شغلي انا مش متابعة. بس اللي انت سمعتيه، لانه في ناس بيقولوا انه ما يعز الدين كمان كسرت الدنيا بمسلسلة دلع البنات. ممكن ومعلها بالخاطر انه ممكن، لان البتاع ده لازم يجي.